مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب من كل العقائد المسيحيه لا توجد عقيده اهم من عقيده الكتاب المقدس وذلك لان الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمعرفه الحقيقيه عن الله ففيه اعلن الله لنا عن نفسه عن عمله مقاصده ومنه ايضا نعرف عن يسوع المسيح الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا نعرف عن لاهوته ونسوته، نعرف لماذا تجسد وكيف مات وصلب من اجل خطايانا، كما نعرف ايضا عن مجيئه الثاني وانتهاء الزمان، فبدون الكتاب المقدس لا يمكن الانسان ان يعرف شيئا عن طبيعه الله ومحبته ومقاصده، فكل العقائد المسيحيه مستقاه منه، فهو المصدر الوحيد للايمان والاعمال. لكن السؤال الذي نطرحه هنا هو هل يمكننا ان نثق في الكتاب المقدس؟ وهل كل ما يقول الكتاب المقدس صح وحق؟ هذا ما سوف نجيب عليه في هذه الحلقه والحلقات القادمه في في برنامج عبر الكتاب وسوف نبدا بدراسه موضوع مهم مرتبط بالكتاب المقدس وحيوي وهو موضوع الوحي. فما هو تعريفنا للوحي؟ وكيف اعلن الله لنا ذاته؟ وما هي المفاهيم الخاطئة عن الوحي؟ وكيف يختلف المفهوم المسيحي والكتابي عن الوحي عن المفهوم الإسلامي؟ كل هذه الموضوعات سوف نحاول أن نتناولها بالشرح والتحليل في هذه الحلقة والحلقات القادمة عشان كده هناخد مجموعة من الحلقات المرتبطة بالكتاب المقدس وبالوحي وقانونية الأسفار والمخطوطات إلى آخر هذه الموضوعات المهمة الكتاب المقدس من أكثر الكتب التي تعرضت للبحث والنقد على مدار الألفي سنة الماضية هو الكتاب الوحيد الذي خضع لكل أنواع البحوث وانواع النقد خضع للنقد العالي كما نطلق عليه هاير كريتيسيزم كل سفر من الاسفار درس من علماء كثيرين بالاخص من بدايه القرن السابع عشر والثامن عشر عن الكاتب وتاريخ الكتابه ومتى كتب ولمن كتب وكل هذه الامور كانت تحت عنوان هاير كريتيسيزم وبعدين ايضا خضع للنقد المنخفض او lower criticism اللي هو نقد النص المرتبط بالنص هل هذا النص المخطوطة دي تختلف عن المخطوطة دي ولماذا هذه المخطوطة فيها عبارة لم ترد في هذه المخطوطة خضع لكل هذه الدراسات وهذه المدارس النقدية خضع ايضا للريتوريكال كريتيسيزم للفورم كريتيسيزم كل انواع مدارس النقد آه المعروفه خضع لها الكتاب المقدس، لكنه في كل مره كان الكتاب المقدس يخرج اقوى ويخرج منتصرا ويخرج ايضا مؤكدا انه هو كلمه الله، الى ان تزول السماوات والارض لا يزول حرف واحد او كلمه واحده من المكتوب، هكذا قال وهكذا علمنا رب المجد يسوع المسيح. حلقه النهارده هي المفهوم الكتابي عن الوحي، مفهوم الوحي في الكتاب المقدس، والحلقه دي مهمه جدا لانه نتناول فيها مفاهيم خاطئه كثيره موجوده حوالينا في مجتمعاتنا عن الوحي، وايضا ماذا يعلمنا الكتاب المقدس نفسه عن الوحي، وحي الكتاب المقدس. قبل ما نتكلم عن الوحي في حقيقه مهمه جدا وهي نعرف عن الاعلان ازاي الله اعلن نفسه واعلن مقاصده واعلن ايضا محبته كيف اعلن لنا الله؟ لانه الانسان لا يستطيع ان يعرف بذاته عن الله فلا بد ان ياخذ الله المبادره ويعلن هو لنا عن ذاته وعن مقاصده وعن خطته وعن صفاته وعن اعماله فكيف اعلن الله لنا كل هذه الامور؟ في الاعلان المسيحي في فهمنا للاعلان الالهي احنا بنقول يوجد نوعين من الاعلان كويس؟ نوعين من الاعلان، في اعلان نطلق عليه الاعلان العام الاعلان العام، واتكلم عن الاعلان العام ومحتواه لكنه بيسميه جنرال ريفيليشن، اعلان عام يستطيع كل شخص انه يدرك من خلاله وجود الله ويعني صفات من صفات الله ايضا الاعلان الثاني بيطلق عليه الاعلان الخاص يبقى عندنا اعلان عام جنرال Revelation وعندنا اعلان خاص Special Revelation لما نيجي للاعلان العام ايه هو بقى الاعلان العام الاعلان العام هو اعلان الله عن نفسه من خلال ثلاث امور كويس الله اعلن عن نفسه من خلال اول حاجه الطبيعه فالله اعلن لنا عن نفسه من خلال الطبيعه العمل الذي صنعه رب في البدء خلق الله السماوات والارض وقال الله ليكن نور فكان نور الى اخر فالخليقه من حولنا كلها هي اعلان لمن هو الله واعلان لقدره الله واعلان لوجود خالق آم عظيم حكيم مصمم مبدع لما حولنا فالطبيعة بتعلن لنا عن شخص الله الضمير الإنسان الله وضع الأبدية في قلب الإنسان وكمان في هناك في الإنسان بصمة الله أن الله نفخ في أن فيه نسمة حياة فالإنسان في جزء من الله في في جزء من العشق كده حتى يعني علماء الاجتماع في دراستهم وابحاثهم يقولنا انه في كل الحضارات وفي كل الثقافات ممكن تجد ثقافه ما فيهاش مسرح بلد ما فيهاش مسرح مش مهتمية مثلا بالفن وبلد مهتمية بالفن لكن في كل الثقافات وعلى مدار تاريخ الإنسان كله لا تجد مكان خالي من مكان للعبادة سواء هذا المكان لوثن من الأوثان أو لصورة من الصور لكن في كل بلاد الدنيا وفي كل الحضارات وفي كل القبائل وفي كل الشعوب هناك مكان للعبادة لماذا هذا؟ لأن الإنسان الله وضع فيه بصمة إلهية هو هذا الضمير الإنسان أيضا الله بيعلن عن نفسه من خلال التاريخ التاريخ كله بيتحرك من نقطة ألف إلى نقطة ب ممكن نرى التاريخ كله مشوه بفكرنا البشري، هناك حروب، هناك مجاعات، هناك اوبئه، هناك زلازل، هناك يعني اشياء كثيره تحدث من حولنا وبالاخص في عالمنا العربي في اخر خمس سنين ما ل... ما نراه هو بكل المقاييس هو ماساه، ما نراه هو لخبطه، ما نراه هو تشوه لكن التاريخ الله يقود لتحقيق مقاصده هو الله لم يوجد الشر ولم يخلق الشر لكن هناك إله يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة عشان كده في الكتاب المقدس نجد أنه الكتاب المقدس بيقول لنا عن الإعلان العام عدة حقائق مهمة جدا يقول لنا أن السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه الإنسان لما فعلا يعني يتأمل الطبيعة اللي حواليه ويتأمل الجمال الطبيعة ويتأمل أيضا الحكمة اللي ربنا أوجدها في الطبيعة يدرك أن الموجودات من حوله حركة النجوم حركة الكواكب أيضا النباتات الحيوانات كل هذه الأمور الإنسان نفسه كجزء من طبيعة الله أنه يدرك أن هناك مصمم ذكي خلق كل هذه الاشياء، وهذه الاشياء تعمل بتناغم تام، وانه كل هذه الامور ما هي الا اعلان عن الله الحقيقي خالق السماوات والارض، عشان كده يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، لكنه ايضا في رميه واحد وفي عدد 19 الى 20 يقول لنا ايضا رسول بولس اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم لان منذ خلق العالم ترى اموره غير المنظورة وقدرته السرمدية ولهوته مدركة بالمصنوعات حتى انهم بلا عذر يعني الانسان اللي اللي مثلا ما وصلتهوش رساله المسيح او انه ما وصلهوش الانجيل هذا الانسان يستطيع ان يدرك ان هناك خالق هناك اله هذا الاله هو, من هو مستقل عن الطبيعه عن الخليقه بتاعته هو خالق كل الاشياء بكلمه قدرته هذا الاله ايضا يستطيع ان يعرف عن قدرته يستطيع ان يعرف انه اله سرمدي يستطيع ان يعرف عن لاهوته لان كل هذه الامور المصنوعات اللي صنعها الله بتعلن عن هذه الحقائق فالطبيعه بتعلن عن شخص الله يستطيع الانسان ان يعرف ان هناك كائن حكيم قدير خالق يستطيع كل شيء اوجد كل هذه المخلوقات وطبعا الطبيعة اللي حوالينا بتنفي فكرة وجود هذه الأشياء بالصدفة أو أن هذه الأشياء تطورت بالصدفة وتطورت أيضا بعامل الانتقاء واللي هو يعني اللي قال عليه داروين ونادى به داروين وبينادي به أيضا المنادين بفكرة التطور أنه كل الأشياء اللي حوالينا بتأكد أن الله خلق كل هذه الأشياء، أنه يوجد إله خالق هو خالق السماوات والأرض وكل ما فيها وكل أيضاً ما في البحار وكل ما على الأرض. هذا الإعلان العام مع أنه مهم مع أنه الإنسان يستطيع أن يدرك أن هناك إله خالق موجود، إله حكيم قدير، لكن هذا الإعلان إعلان أيضاً محدود. هو لانه اعلان عام فاي شخص يستطيع ان يلاحظه ويدركه. ده دي بالسهوله بس دي وبالبساطه دي، اذا الانسان فعلا ترك لفكره انه يفكر ولقلبه ان يعني آه ينشغل ب ب بما حواليه من جمال ومن روعه في الطبيعه، ويصل الى ادراك حقيقي ان وراء هذه الطبيعه مصمم آه قادر، حكيم، ذكي اوجد كل هذه الأشياء يعني مش ممكن أبدا أبص إلى الساعة اللي في إيدي وأقول هذه الساعة وجدت بالصدفة هذه الساعة مجرد أنه مجموعة من التروس ومجموعة من القطع الحديدية والبطارية موجودة في أماكن متباعدة وبعدين بدأت تتجمع بالصدفة مع مرور الوقت والزمن فبدأت تتجمع وبدأت تشتغل وبدأت تبقى ساعة، هذا الكلام إذا قلته لأي إنسان لو عنده حتى نسبة قليلة من الفكر هيضحك عليك، لكنه أستطيع أن أقول أن هذه الساعة أوجدها مصمم هو الذي صنعها هو الذي وضع الأمور وظبط كل شيء فيها هو الذي اوجدها هو الذي صنعها الاعلان العام بيقول لنا ان هناك اله يستطيع الانسان ان يدرك وجوده لكن بسبب الخطيه وهي هذه الخطيه هي مشكله الانسان الاساسيه هي الخطيه مشكله الانسان الاساسيه منذ ان اوجده الله على هذه الارض هي الخطيه بسبب الخطيه الخطيه جعلت الانسان بدل ما يدرك الله الخالق انه الانسان يصير ويعبد المخلوقات دون ان يعبد الخالق يدرك ان يعني المخلوقات يصيرها إله لكنه يبتعد عن الاله الخالق عشان كده الخليقه او الخطيه جعلت الانسان بدل ان يدرك الله الذي تعلنه الطبيعه ذهب وعبد الطبيعه نفسها واش كده حتى لما نيجي لحضارتنا احنا كمصريين التي نفتخر بها نجد انه ازاي خطية الانسان جعلته يعبد كل شيء حتى الجعران القطط الكلاب الـ الـ الثور الشمس الكواكب حتى فرعون هو هو ابن الاله كل هذه الاشياء لماذا يعبد الانسان الأوثان أو لماذا يعبد الإنسان المخلوقات لأن الإنسان تشوه فكره وقلبه بالخطية الخطية صارت فاصل بين الإنسان وبين الله فالخطية جعلت الإنسان أنه يعبد المخلوقات عشان كده في رمية واحد يقول لنا آية جميلة جدا يقول لنا إيه؟ أبدلوا مجد الله الذي يفنى بشبه صورة الإنسان الذي لا يفنى سوري أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والدواب والزحفات يعني بدل ما هم يعبدوا يعبدوا الله الأزلي السرمدي الإله الغير محدود الذي يملأ السماء والأرض صار الإنسان يعبد الأمور التي تفنى سير الله على شكل حيوان أو سير الله على شكل امرأة أو سير الله على شكل ثور أو سير الله على شكل تمساح وعبد هذه الصور لهذه المخلوقات عش كده الكتاب المقدس من بدايته وعندما أخرج الله شعبه من أرض مصر قال لهم أنه الوصية الأساسية في علاقتهم بالله أنه قال لهم هذه الكلمات في الوصايا العشر ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبوديه لا يكن لك الهه اخرى امامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره ما ممن في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لاني انا الرب الهك إله غيور، يبقى إنه وصية الله كانت للإنسان إنه يبتعد عن هذه الأشياء. لكن لما بندرس عن تاريخ الشعوب وتاريخ شعوب الشرق الأدنى القديم أو الشرق الأوسط القديم، بندرك أن إلى أي مدى خطية الإنسان جعلتهم يعبدون الأوثان. النهارده يمكن الأوثان ليست تمثال موجود في البيت، بالذات في عالمنا العربي. يمكن لو رحت اليابان او رحت تشاينا او تايوان هتلاقي الاشياء دي ان تماثيل موجوده تعبد، لكنه في عالمنا العربي او في العالم الغربي النهارده لا تجد مثلا تمثال ولا يوجد معبد لموضوع فيه تماثيل للانسان انه يتعبد ليها، لكنه الانسان نفسه صار اله يعبد نفسه يعيش لذاته. الامور الماديه صارت الهه يتعبد لها الانسان. الـ 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 الأمور كثيرة صار الإنسان يتعبد لها، يعطيها كل وقته وكل اهتمامه ومبتعد بفكره وبقلبه عن الإله الحقيقي. أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. الإعلان العام زي ما قلت إنه غير قادر ايضا ان يقود الانسان الخاطئ الى المعرفه الحقيقيه لله يعني هو يدرك ان الله موجود يدرك ان هناك اله حكيم اله قدير اله سرمدي لكنه ال 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 نظرته للمخلوقات لا تعطيه ان يفحص ذاته ويدرك انه انسان خاطئ محتاج الى الخلاص وعشان كده احتاج الانسان الى اعلان اخر هنتكلم عنه هو الاعلان الخاص اعلان الله الخاص للانسان كما ان الاعلان العام غير كافي لخلصنا بما انه انا مش بادرك اني خاطي يعني لما بص للنجوم والكواكب والجسم الانسان والحكمه اللي موجوده في العالم الخليقه وادرك وجود الله ما بجدش نفسي انه ما بدركش ان انا انسان خاطي مش بدرك ان انا محتاج الى مخلص كل هذه الامور بعرفها من خلال الاعلان الخاص الذي اعلنه الله وبالاخص في الكتاب المقدس الكلمة المكتوبة وشخص يسوع المسيح الكلمة المتجسد عشان كده الاعلان العام غير كافي لخلاصنا ولمعرفة خطة الله للخلاص بالمسيح يسوع هو مهم اه لكنه غير كافي لخلاص الانسان عشان كده احتاج الانسان الى الاعلان الخاص الاعلان الخاص الله منذ ان خلق الانسان وخلق الطبيعه وابتدا الله يتواصل مع الانسان هذا التواصل الالهي مع الانسان هو اعلان خاص عشان كده الاعلان الخاص هو اعلان الله عن نفسه ها عن طريق التواصل المباشر بينه وبين الانسان، الله تواصل بنفسه ووصل فكره ووصل مشيئته ووصل محبته ووصل عدله ووصل صفاته ووصل اعماله للانسان من خلال الاعلان الخاص، عشان كده الاعلان الخاص بيتكون من اكثر من جزء، اول حاجه معجزات يعني الخروج هو اعلان اعلان خاص الطوفان كان إعلان خاص دمار سدوم وعمورة كان إعلان خاص اختيار الله للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو إعلان خاص كل هذه الأمور هي إعلان خاص كلها إعلان خاص معجزات العجائب التي صنعها الرب بتعلن لنا من هو الله وبتعلن لنا أشياء عن الله الطبيعة أوقات كثيرة ما بتعلنهاش حاجة تانية الزهورات الإلهية الله لم يكتفي فقط بأنه يصنع أمور عجيبة لكنه أيضا الله ظهر الله ظهر الله ظهر لإبراهيم الله ظهر ليعقوب ظهر لإسحاق ظهر لموسى الله زهورات الله آه, إنه, أنه الله تكلم إلى هؤلاء الله تحدث معهم أه وحتى في دراستنا للكتاب المقدس نعرف انه ملاك الرب في العهد القديم هو أه زهورات للرب يسوع الاقنوم الثاني في الثالوث اللي, اللي بيتكلم عنها العهد القديم كله، هناك زهورات الهيه. الله بيفتقد شعب وهذه الزهورات الالهيه الله من خلالها بيتكلم وبيعلن مشيئته ومقاصده. الاحلام والرؤى، الله كان بيفتقد ايضا أه باحلام ورؤى يعني الأحلام التي أعطاها الرب ليوسف والرؤى أنه اللي أعطاها الأشعياء والأرمية والغير من الأنبياء أنه كانوا يروا رؤى الفرق بين الأحلام والرؤى هو فرق يعني أنه الأحلام دايما بتيجي الواحد نايم الرؤى الإنسان يراها وهو مستيقظ لكنه كانت وسيلة من الإعلان الخاص لما نقرأ حتى سفر حسقيال هو معظمه رؤيا لما نقرا ايضا سفر رؤيا هو رؤيا سمي ايضا رؤيا احلام كثيره رب يتكلم من خلالها ورؤى كثيره رب يتكلم من خلالها الكلام المباشر ربنا بيتكلم كلام مباشر وقال الرب لموسى لا تصنع لك تمثالا منحوطا وقال الله كذا وكذا انه عباره وقال الله او هكذا قال الرب ذكرت في الكتاب المقدس اكثر من يعني مئات المرات ذكرت هذه العباره في الكتاب المقدس هكذا قال الرب كلام مباشر الله بيتكلم كلام مباشر الى الانسان واخيرا في شخص الرب يسوع الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا الله بعدما كلم الاباء بالانبياء وبانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه كل هذه تعتبر اعلانات خاصه إعلانات خاصة على مدار التاريخ الإنسان والتاريخ البشري عشان كده كاتب العبرانيين في أصحاح واحد وفي عدد واحد واثنين يقول الله الله هو صاحب المبادرة هو اللي بيعلن أنا مش أنا مش بتخيل عن الله أنا مش ب, ب يعني بكون صورة من فكري او تخيلي المريض عن الله ده الله هو المبادر الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما يبقى الله استخدم الانبياء وعشان كده الانبياء كانوا يقولون هكذا قال رب هكذا قال رب بانواع وطرق كثيره سواء برؤى او باحلام او بمعجزات او بعجائب او يعني بكل هذه الاشياء كلمنا في هذه الأيام الأخيرة فين؟ في ابنه، يبقى كمال إعلان الله هو في شخص يسوع المسيح، عشان كده الرب يسوع المسيح له كل المجد قال إيه؟ من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، الكلمة المتجسد ملاحظات عن الإعلان الخاص، الإعلان الخاص مهم جدا لأن الله في هذا الإعلان الخاص تجاوز فيه الحقائق الأساسية عن وجوده وقوته إلى الإعلان عن مقصده ومشيئته وطبيعته ومحبته يعني سواء من معاملات أو من إعلانات مباشرة كلام مباشر إزاي نعرف أن الله رحيم؟ من أين نأتي بهذه الحقيقة؟ كيف نعرف أن الله أيضاً غيور لا يعطي مجد لاخر ازاي عرفنا انه الله سرمدي ازاي عرفنا ان الله له مقاصد ومشيئه ازاي عرفنا انه الله بيحب الانسان ازاي عرفنا ان الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون ازاي عرفت ان الله راعي الرب راعيه فلا يعوزني شيء كل هذه اعلانات خاصه اعلنها الله من خلال انبيائه وقدسيه رجال الله القديسون فالاعلان العام الله تجاوز فيه مجرد انه الاعلان العام كان يقول ان الله موجود ان الله سرمدي ان الله حكيم لكن هنا بقى تعدينا هذه الخطوة ورحنا الى من هو الله ايه هي صفاته ايه هي مشيئته ما هي مقاصده ما هي طبيعته ان الله روح كل هذه حتى الثالوث طبيعة الله الله واحد مثلث الاقانيم عرفناها من خلال الاعلان الخاص بدون الكتاب المقدس تصبح كل هذه الإعلانات الخاصة بلا فائدة لأن الطريقة الوحيدة لمعرفتها هي من خلال تسجيلها في الأسفار المقدسة يعني يعني آه في مرة حد كتب حاجة على على صفحته على الفيسبوك أن الرب طويل الروح وكثير الرحمة آه إنه الرب آه آه حنان ورحيم ورؤوف فانا يعني كتبت تعليق قلت عرفت ازاي كل هذه الحقائق عرفناها ازاي عرفنا ازاي هذه الحقائق عرفناها بالخبره يعني هل ده اختبار شخصي مع الاختبار الشخصي جميل جدا ورائع جدا ام عرفناها من الكلمه المكتوبه اللي قال عنها بطرس وعندنا الكلمه النبويه وهي اثبت عرفناها من الكلام المكتوبة مين فينا عاش أيام المسيح النهاردة اللي احنا بنتكلم على أي علينا وعلى حضراتكم المشاهدين مين فينا شاف الصليب مين فينا حضر هذا المشهد ما حدش. طب ازاي عرفت عنه ازاي عرفت عن محبة المسيح فائقة المعرفة إزاي عرفت عن الذي وضع نفسه من أجلنا الذي صار خطية من أجلنا إزاي عرفت أن المسيح مات من أجل خطايانا وأن المسيح قام من أجل تبرنا من الكتاب من الكلمة المكتوبة هو إعلان الله في التاريخ لكنه أيضا سجل لنا فين في الكلمة المكتوبة عشان كده بدون الكلمة المكتوبة الإعلانات الخاصة دي كانت تبقى تاريخ ومش موجود ومنتهي لكنه الكلمة المكتوبة هي التي سجلت لنا معاملات الله وإعلانات الله عن نفسه عشان كده عندنا كل هذا الحق عن شخص الله عملية التسجيل بقى دي عملية الكتابة عمليه إنه انه موسى لما ربنا قال له على الجبل آآ آآ انا هو الرب الذي اخرجكم من ارض مصر لا يكن لكم الهه اخرى امامي الى اخر لما له الكلام ده واتكتب الكتابه دي بقى عمليه الكتابه انه يكتب انه يتنقل من كلام مسموع الى كلام مكتوب هي بنسميها الوحي الوحي هو كلام اتقال او احداث تمت لكنها لما بتتسجل المرحله مرحله تسجيلها هي مرحله الوحي هي هي مرحله الوحي عمليه تسجيل الاعلان الالهي تسمى الوحي عشان كده نتكلم النهارده بقدر الامكان عن هذا الموضوع المهم عن الوحي لكن قبل ما اتكلم عن الوحي وعن المفاهيم الخاطئه عن الوحي خلينا ناخد اتصال من الاخ ابو مهند الو مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك تحيه محبه الدكتور اشرف عزمي اهلا وسهلا بك آه بالنسبه لل, لل... للايه لا آه... المذكورة اولا الاله تسجد واياه وحده تعبد ايوه هل هل هناك مانع لو اكرمنا رجال الله القديسين لان حسب قول السيد المسيح هو ليس اله اموات بل اله احياء م. وحسب قول بولس الرسول جسد المسيح كان المسيح هو راس الكنيسه التي على الارض والتي في السماء. لزوم ان نكرم الـ 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 الرجال الله القديسين لانه في ناس بيعتقدوا على تكريم الرجال الله شاء الله آه. هل في مانع من وجوب الاكرام لهؤلاء الرجال لان الله اعتبرهم اصفياءه واحباء الله وابناؤه ووارثه مع ابنه يسوع المسيح كما ورد في مزمور 138 16 17 طيب <applause> الفكره بتاعت الاخ ابو مهند وصلت لنا وبيتكلم عن انه هل في مانع ان احنا يعني نكرم القديسين وبالتالي هل ده يتعارض مع النص الكتابي للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد لا يكون لك يعني الهه اخرى امامي الى اخر هذا النص اول حاجه احب انه اقولها انه الكتاب المقدس يطلق كلمة قدسين على كل من آمنوا بالرب يسوع المسيح ففي كنيسة المسيح في كنيسة المسيح الكنيسة التي افتداها الرب بدمه لا يوجد قدّيس ويوجد غير قديس لكنه الجميع قدّيسين إلى القديسين الموجودين في كورنثوس إلى القديسين الموجودين في أفسوس فكلمة قديسين هو وصف عام يطلق على كل من امن بالرب يسوع وقبل يسوع المسيح مخلص شخصي لحياته انه صار مخصص صار مميز صار منفصل عن العالم صار ابن لله فهذه الاشياء جعلت منه او يطلق عليه قديس فكلنا امام الرب القديسين الفكره بقى انه آآ القديسين وصلاه الى القديسين وتشفعات القديسين هذه الامور لا يوجد لها اساس في كلمه الله على الاطلاق. ليه؟ لانه لنا وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. انه اي شيء ياخذ مكانه المسيح بيصير وثن، مهما كان هذا الوثن، مهما كان، حتى لو كان مين من الشخصيات اي شخص ياخد مكان المسيح كوسيط بين الانسان وبين الله، اي شخص ياخذ مكان المسيح انه الانسان يصلي له بدل ما يصلي للمسيح، اي شخص ياخذ مكان المسيح من اهتمام ومن فكر ومن انشغال القلب، هذا الشخص مهما كان بيصير وثن، عشان كده المسيح هو اولا واخيرا. وفي فكر الكتاب المقدس وفي حياه الكنيسه الاولى، المسيح هو الكل وله الكل، حتى تلاميذ المسيح لم يستطيعوا ان ياخذوا مكانه يعني آآ آآ اللي هي انه الناس تصلي لهم او ناس تتشفع بهم لان هم رفضوا دون ولانه دون يتعارض مع عمل المسيح وطبيعه المسيح وشخص المسيح الذي مات من اجلنا. والذي ايضا يشفع من اجلنا كل حين. انا هتكلم عن الموضوع ده باستفاضه، انا عارف انه موضوع مهم جدا لما اجي الى دراسه نعملها عن موضوع الكنيسه والمفهوم الكتابي عن الكنيسه كما تعلمه لنا كلمه الله. اشكرك يا اخ ابو مهند على هذا الاتصال. مفاهيم خاطئه عن الوحي. المفاهيم الخاطئه عن الوحي هناك عده مفاهيم غير كتابيه عن الوحي اول مفهوم عن الوحي غير كتابي اللي هي وحي المفهوم يعني ايه وحي المفهوم يعني الوحي في نظر البعض ان الله اوحى فقط بالفكره ربنا عنده فكره كويس راح ادى الفكره دي لشخص اوحي بيها لشخص آه وترك لهذا الشخص انه يكتب باسلوبه وبحريه مطلقه دون تدخل الهي ودون سياده الهيه على ما يكتب، المهم أن يوصل ايه؟ يوصل فكره، فالوحي هنا لا يشمل الكلمات التي اختارها الكاتب للتعبير عن الفكره التي اعلنها الله للكاتب، ولهذا فالخطا وارد في الكلمات الكاتب البشري لانها كلمات بشر بحسب فكر بشر، اوضحها اكتر. يعني واحد وصل لي فكرة. فكرة مثلا بتقول انه مصر دخل على ازمه او في ازمه اقتصاديه. انا بقى كتبت مقاله عن الموضوع ده. وكتبت كلمات كثيره جدا. كويس؟ المهم في المقاله ان انا وصلت الفكره، وصلتها ازاي مش هي المشكله. المهم ان انا وصلت الفكره ان مصر فيها ازمه. الباقي بقى ده كله اللي انا قلته من اشياء ممكن اكون مخطئ فيه بس الفكرة صح يعني الفكرة صح بس انا كتبت حاجات تانية ممكن بحسب مفهومي انا البشري وبحسب ادراكي حاجات حقائق غير حقيقية امور غير حقيقية ده اللي بينادي بيه البعض انه الكتاب المقدس كتاب الوحي اوحى الفكرة يعني ربنا اوحى الفكرة لكاتب من الكتاب وترك له حرية الكتابة لكي ما يكتب بأسلوبه الخاص دون تدخل من الله في اختيار الكلمات فالكلمات ليست لها قيمة والأحداث ليست لها قيمة طول ما الفكرة صح هذا المفهوم مفهوم خطأ وخطير جدا وأتكلم عنه عن مخاطره لكن خلونا ناخد مداخلة وبعدين الأخ بن علي من الجزائر الو ممكن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون لانه مسموع الو الو ايوه الو ايوه سامعك اتفضل انا سامعك اتفضل حضرتك على الهوا لا لا أدري. لا, أدري لا احنا هنقضي هنقضي طول الحلقه قالوا مش هينفع حضرتك سامعني كويس طيب غالبا الاتصال الاتصال اتصال يعني مش واضح ف اكمل الفكره دي لانها مهمه قوي والفكره دي على فكره بينادي بيها البعض حتى يعني للاسف الشديد كثيرين بينادوا بهذا الفكره انه الوحي هو وحي المفهوم الله ادى الفكره طيب وبعدين ترك للكاتب انه يكتب زي ما هو عايز والكاتب يكتب زي ما هو عايز كلمات صح كلمات غلط مش هي المشكله المشكله او الحقيقه انه وصل فكره وصلها زي ده ده موضوع بقى اخر. فالفكره دي عن الوحي ليست فكره كتابيه. ده مفهوم خاطئ عن الوحي. مفهوم خاطئ. ومفهوم خطير عن الوحي. ليه؟ لانه الكتاب المقدس بيقول لنا انه نظره الرب يسوع للكتاب المقدس هي نظره الى الكلمات ولا الحروف. يعني الرب يسوع قال هذه الكلمات انه الى ان الحق اقول لكم. إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف ما قالش لا يزول فكرة ما قالش الكونسبت يعني أنه إن فكرة أنه الواحد يوصل كونسبت معين أو فكرة معينة مش موجودة لأنه الكتاب الرب يسوع بنفسه بنفسه ولما الرب يسوع يقول حاجة أعتقد أنه ينهي النقاش في هذا الموضوع هو الكلمة الأخيرة هو الفيصل فيقول إيه انه الى ان يزول ال... لا يزول الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس حتى يكون الكل حرف واحد ونقطه واحده كويس وبعدين عايز اقول حاجه ثاني حاجه التانية والمهمه ازاي انا بوصل فكره لشخص انه يوصلها اليس بوصلها ليس توصيلي ليها من خلال كلمات يعني يعني انا عايز اوصل فكره مثلا ليك عزيزي المشاهد انه قناة الحياة بتهتم بيك وبتهتم بحياتك بي الابدية وبتهتم بخلاصك وبتهتم ان انت لو عرفت المسيح انك تتبني وتنمو في معرفتك المسيح انا بوصل الفكرة دي ازاي ليك بوصلها في كلمات بوصلها في كلمات فالله لما بيوصل الفكرة بيوصلها في كلمات مش بيوصلها في اوهام ولا في خرافات ولا في امور وهمية غير حقيقية بيوصلها في كلمات هكذا قال الرب هكذا قال الرب والروح القدس بقى ده المفهوم الاخر للوحي انه دور الروح القدس في سلطانه على الكاتب لكي ما يكتب بالضبط كل ما يريد الله منه ان يكتب, يكتب ففكره الوحي المفهوم فكره خاطئه ليس لها اساس كتابي الافكار تنتقل من خلال الكلمات وكلما كانت الكلمات واضحة ومحددة ومحددة كان توصيل الفكرة أوضح يبقى بحسب الكلمة المقدس ما فيش حاجة اسمها فكرة أو كونسبت الرب وصل مفهوم وترك الكاتب بقى يعبر عن مفهوم ده بحريته الرب مثلا ترك وصل مفهوم الخيانة الزوجية لهوشع وترك بقى هوشع يكتب لنا 14 أصحاح من سفره عن فكرة الله أنه إزاي إسرائيل أخانه طب هل بقى اللي كتبه في الحواشي والأشياء والأحداث ده كلام بشر ولا كلام برضو موحى به واضحة الفكرة الروح القدس بيحفظ ويعصم الكاتب من الخطأ فلا يسمح له أبدا بتدوين أي فكرة صحيحة بتعبيرات وكلمات خاطئة ده يتعارض مع طبيعه الله. يتعارض مع طبيعه الله. المفهوم الثاني الخاطئ هو المفهوم الوحي الاملائي او الوحي الميكانيكي اللي بيلغي فيه شخصيه الكاتب البشري نهائيا وده طبعا هو اكثر مفهوم في الاسلام هو مفهوم الوحي الوحيد اللي موجود في الاسلام. اكتب كويس؟ فيكتب دون تدخل بشري نهائي ودور انساني موجود في الوحي هذه المدرسه تجعل دور الكاتب البشري دور ميكانيكي دون تدخل حتى لو فاهم ولا مش فاهم It doesn't ماتر يعني مش هو ده الموضوع المهم يكتب كويس؟ دون تدخل لترك بصماته المميزة له في الكتابة يعني لو هو كاتب شاعر ولو هو مثلا آآ آآ هيكتب تاريخ أو يكتب أحداث ملهاش علاقة المهم تكتب فاهم مش فاهم اكتب فالله يملي على الكاتب والكاتب فقط يسجل ما يسمعه بس طبعا في الكتاب المقدس في اشياء كثيره نصوص كثيره املائيه نصوص كثير يعني يكفي انك تاخد مثلا آه سفر اللوين سفر اللوين كله املاء كله املاء معظمه خلينا اقول املاء ليه لانه الرب بيقول لما تقدم ذبيحه تعمل كذا وكذا ولما تعمل كذا وكذا ويوم الكفاره ت... الحاجات دي مش كاتبها الانسان يعني مش ربنا او له بفكره وقعد يكتبها لا دي ده هكذا قال الرب هكذا قال الرب تيجي مثلا يخرج 20 املاء الوصايا العشر املائيه ففي نصوص كثيره في الكتاب المقدس في كلمات كثيره نبوات كثيره سواء في اشعياء او في ارميا او في حزقيال او يعني في الع... كلها معظمها في نصوص كثيره في الكتاب المقدس املائيه لكنه ليس الصفه السائده في الوحي المسيحي هي صفه الاملاء لكنه جزء من الوحي المسيحي في املاء في الاملاء يتجاهل فكره الاملاء لو الوحي بس املائي انا بتكلم عن الفكره انه وحي بس فقط مش جزء منه املائي كلام اذا كان مثلا وحي كله املائي انه يتجاهل اعداد الله لرجال القديسين الذين استخدمهم في كتابه الكتاب المقدس فكل واحد منهم أعدوا الله بطريقة مختلفة عن الآخر إزاي ربنا أعد موسى أعدوا 80 سنة في أعداد موسى عشان يكون موسى هو الرجل الذي يستخدمه الرب في أحداث الخروج وفي أيضا تسجيل عهد الله مع شعبه إزاي ربنا أعد داود إزاي ربنا أعد صموئيل إزاي ربنا أعد بولس من أنه كان تلميذ لغملائيل اتعلم وتثقف وتهذب وتعلم اللغه العبريه والاراميه واليوناني والفكر اليوناني زي رب اعد يوحنا واعد بطرس واعد يعقوب كل هؤلاء ربنا اعدهم ففكره الاملاء بس لو هي املاء انت بتلغي اعداد الله لرجاله القديسين اللي استخدمهم في كتابه الوحي لو بس فكرة الإملاء أيضا الإملاء بيتجاهل أن كل كاتب يختلف عن, عن الآخر في الإسلوب يعني لما نيجي لداود داود كان شاعر كتب لنا المزامير 72 مزمور كتبهم لنا داود لما تيجي مثلا سليمان الحكمة وكتابات الحكمة سواء الأمثال أو سفر الحكمة أو نشيد الأنشاد أو حتى سفر أيوب تيجي البولس الفيلسوف المفكر كل واحد كتب بأسلوبه كل واحد كتب بأسلوب مختلف عن الآخر منهم من كتب وسجل تاريخ زي لوقا الطبيب المدقق ومنهم من كتب أيضا بأسلوب رؤوي زي يوحنا الحبيب فكرة الوحي الإملائي فقط بتتجاهل أيضا أنه بعض الكتاب كتبوا ما توصلت إليه أبحاثهم يعني يعني فتواريخ الأحداث و... وكذلك الأنساب يعني, يعني لما جه متي يكتب عن نسب المسيح كتبه من دماغه لما جه لوقا يكتب عن المسيح ووصل الي ادم هل لوقا كتب سلسلة النسب دي يعني قعد كده يتخيل آه, 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 آه الرب يسوع جه آه من نيوز من مريم ومن مريم الي كذا ومن كذا وكذا 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 لحد ما وصل ولا هو رجع إلى إلى سجلات موجوده رجع إلى قوائم موجوده بتحفظ النسب موجوده لما حتى أخبار الأيام الثاني وأخبار الأيام الأول لما بيرجع بالأنساب كلها سلاسل النسب الموجوده سلاسل النسب حتى من أيام أبناء نوح موجودة. سلاسب نسب كل سبط من الاسباط موجودة. فالكاتب أيضا بيبحث والروح القدس يقوده ويرشده ويعصمه من الخطأ وهو يبحث في هذه الأمور التاريخية والوثائق التاريخية. مفهوم اخر يبقى احنا اتكلمنا عن انه مفهوم الـ الـ الوحي المفهوم ده فكره خاطئه ليس كتابيه إن الله ادى المفهوم وسابه يكتب زي ما هو عايز يكتب. مفهوم الوحي الاملائي فقط انه فقط ما فيش غير الاملاء مفهوم ايضا اسلامي مش مفهوم آه مسيحي. الوحي الطبيعي يعني ايه بقى الوحي الطبيعي؟ ده المفهوم الغلط الثالث. الوحي الطبيعي معناه انه بص الكتاب دول موهوبين، ربنا يعني زي ما زي شكسبير كده ما هو موهوب في كتابه القصص وزي ما فولتير موهوب في الكتابه وزي ما نجيب محفوظ موهوب في الكتابه، الكتاب دول موهوبين في الكتابه. فهم موهوبين في الكتابه وكتبوا في امور دينيه. لكنه ليس وحي وليس تدخل الهي وليس اعلان الهي الامور اللي, 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 اللي بيتكلم عنها. فيقول أصحاب هذا الفكر أنه لا يوجد شيء خارق أو فوق الطبيعة بالنسبة للوحي فكتاب الأسفار الكتابية كانوا بالطبيعة موهوبون في الكتابة وقد استخدموا هذه الموهبة في كتابة أمور متعلقة بالدين مثلهم مثل الكاتب الإنجليزي الشهير شكسبير أو فولتير الفرنسي طبعا المدرسة دي بتجهل بتجهل تأكيد الكتاب المقدس من أن مصدره هو الله يعني كل الكتاب اللي بيتكلم عنهم شكسبير وغيره ما قالوش أنه هكذا قال رب هم قالوش ان احنا جايين برساله من الله هم كتبوا كويس لكن كتاب الكتاب المقدس قالوا ان احنا جايين برساله من الله هكذا قال الله وانه اعلنوا انه مصدر كلامهم هو الله وليس البشر فالكتاب المقدس يشهد عن ان مصدره الاساسي هو الله نفسه كل الكتاب موحى به من الله كل الكتاب موحى به من الله وعشان كده يقول لنا بطرس ايضا في رسالته عالمين هذا اولا ان كل نبوة الكتاب كويس ليست من تفسير خاص لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان يعني نبوات ما جاتش لانه الانسان اراد انها تيجي بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس مسوقين محمولين من الروح القدس وكلمة مسوقين الكلمة نفسها اليوناني بالضبط لو بتعني لو لما ترمي قطعة خشب في مجرى مائي محمولة بالماء فكتبه أناس الله القديسون مسوقين محمولين من الروح القدس تحت سلطان وسيادة الروح القدس مفهوم آخر عن خاطئ عن الوحي يبقى احنا كده اتكلمنا عن ثلاث مفاهيم مفهوم الوحي المفهوم ده غلط الوحي الاملائي فقط غلط الوحي الطبيعي ايضا ليس فكره كتابيه الوحي الغلط الاخر هو الوحي الروحي يعني ايه الوحي الروحي يقول اصحاب هذه الفكره ان الوحي قاصرا على الامور الروحيه في الكتاب المقدس اما الامور الاخرى التاريخيه والجغرافيه والعلميه فهي تحتمل الخطا يعني عندي اسئله بقى كثيره هنا في الجزء ده لانه للاسف هذا فكر موجود ومش بس موجود يعني في اطار ضيق موجود النهارده في اطار اوسع وفي لاهوتيين متحررين كثيرين بينادي بانه المهم الامر الروحي كل ما يتعلق بالله فهو موحى به وحق اما ما يتعلق بالتاريخ والجغرافيا والانساب حتى الخليقه ممكن كلها تحتمل الغلط. وطبعا يعني المتابع لي على صفحه الفيسبوك يعرف انه كان هناك في حوار طويل ونقاش طويل لكتاب صدر بيحمل هذا الفكر في بلادنا العربيه، لكن الوحي الروحي. اولا ايه هو ايه هو الامور الروحيه؟ يعني يعني إزاي 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 أفصل الأمور الروحية يعني مثلا خلينا أنا هقرأ هقرأ آآ ميلاد الرب يسوع كويس كما سجلوا لي متى أو كما سجلوا لي لوقا إيه بقى الأمر الروحي اللي هو تعتبره أنت ككاتب موحى به من الله وإيه بقى الأمر التاريخي اللي تقول عليه لا ده ممكن يبقى غلط يعني يعني خليني أبسط الحقيقة دي يعني شوية هقرا جزء. أه لما يكلمني عن ولادة او ميلاد الرب يسوع. وفي تلك الايام صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونة. وهذا الاكتتاب الاول جرى اسكان كرنيليوس والي سوريا. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته. فصعد يوسف من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت لحم وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل قل لي بقى كواحد بتؤمن انه الامور الروحيه هي الامور الموحى اما الامور التاريخيه والاشياء الاخرى ممكن تحتمل الخطا. اوكي ادي جزء مكون من سبع اعداد. علم لي على الجزء الروحي فيه. انهي جزء روحي؟ علم لي عليه. انهي؟ هل تقدر تفصل الروحي عن التاريخي؟ ده هل يمكن؟ يعني احنا كده بقى محتاجين كتاب مقدس يقولنا يجو اصحاب هذا الفكر ويعملوا كتاب مقدس ويقولوا لنا حط بالاحمر الامر الروحي او الامر الالهي ويحطوا لنا بالاسود الامور الاخرى اللي في نظرهم ها اللي في نظرهم تعتبر امور يعني ممكن تحتمل الغلط ازاي تفصل دوت ازاي تفصل ده وبعدين كل حق الهي كل عقيده وكل ايمان مسيحي اتى في اطار تاريخي يعني حتى بما فيها تجسد الرب يسوع ولو قلت هنا انه غصص قيصر كان غلط تاريخيا مثلا طبعا مش غلط وانه كرنيليوس ما كانش ولا سوريا كان غلط ايش ضمنك انه انه لوقا اللي كتب لنا هذه الاحداث التاريخيه ايضا صادق في انه المسيح اساسا ولد من عذراء قول لي بقى ازاي؟ ما هو يعني اذا كان اللي بيتكلم سوري مجنون فالمستمع مرد انه عاقل. قول لي ازاي؟ انهي جزء من دون صح؟ وانهي جزء غلط؟ انهي جزء روحي؟ وانهي جزء احتمل غلط؟ اعزائي المشاهدين احنا لو بنؤمن بهذا الفكر احنا في مأساه وفي مصيبه. لان هذا الفكر يتعارض مع كلمه الله لان كل الكتاب موحى به من الله ومش ممكن افصل التاريخ ولا حتى الامور يعني لما يقول لي مثلا سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات والارض وخلق الله كل خليقته ويقول كده كاجناسها عمل الطيور كاجناسها عمل الحيوانات كاجناسها وبعدين اجي النهارده اقول لا بص هو الله الامر متعلق بالله ان ربنا اه موجود ولكنه خلق على اجناسها ده كلام مش صح طب ايش ضمنك انه اساسا الله صح ايش ضمنك انه اساسا الله اعلانه عن نفسه صح ما هو يا اما تاخده كله يا اما تسيبه كله لكن ما ينفعش انك تفصل الكتاب زي ما انت عايز تفصله. الفكر الكتابي عن الوحي هو ان كل الكتاب موحى به من الله وكلمه موحى به من الله كلمه مهمه جدا. هي الكلمه اليوناني اللي هي بتقول ثيو بونسيتوس كلمه موحى به من الله ثيو بنوسيوس توس وهي مكونه من كلمتين كلمه ثيو يعنى الله وكلمه بنيوستوس تعني أنفاس فهي بتعني أنفاس الله، يعني الكتاب المقدس هو أنفاس الله، مش نفس الله اللي نفخ فيه الكتاب المقدس، لا هو غير آدم آدم كان بشر والله نفخ في نفسه نسمة حياة، أما الكتاب المقدس فهو أنفاس الله ذاته أنفاسه هو وعشان كده الكتاب المقدس هو انفاس ونفخه الله وليس كادم الذي نفخ فيه الله فصار نفسا حيه فالكتاب المقدس هو انفاس الله نفسه التي سجلت وكتبت ونكمل مع بعض الحديث في هذا الموضوع المهم عن الوحي بحسب المفهوم الكتابي فالى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم